السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وجبة غداء او عشاء، واحد الاكلة اللي كتصلح للغداء والعشاء بصدر ديال الدجاج، واللي كتجي من اروع ما يكون من الوصفات اللذيذة جدا والرائعة والمحبوبة اللي غادي يبغيها الكبير قبل من الصغير. فإلا بغيتوا تعرفوا معايا مكوناتها وطريقة التحضير ديالها فما عليكم الا تتابعوني الى الاخير، وما تساونيش من جيم او تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائدة. وكذلك الا كنتو كتزوروا القناة لاول مرة ما تنساو تشتركوا معايا في القناة، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، ونبداو على بركة الله. بسم الله. هنا تناخد كمية من صدر ديال الدجاج اللي مقطعها هكا قطع بحال دي ستيك ديال الدجاج. تنضيف الملح طبيعة الحال، الملح حسب الذوق. ثم كنضيف كمية من الخرقوم، نصف ملعقة من الكركم أو الخرقوم، القليل جدا من الفلفل الأسود أو الإبزار، نصف ملعقة من الكمون، ملعقة صغيرة غير مملوءة من التحميرة، نصف ملعقة من سكينجبير. ثم هنا غادي نضيف الهريسه، فهاد الهريسه هذه كنوجدها في البيت بطبيعه الحال، الا ما عندكمش الموجوده ديال الدار كديروا الهريسه ديال اللي كنشريو عند موالين الزيتون. ثم غادي نضيف كميه من الزبادي او الياغورت الطبيعي عفوا، ثلاثه المعالق صغار اللي ضفت هنايا، جوج الفصوص من الثوم، ثم كنضيف نصف ليمونة حامضة، كناخد العصير ديالها. وغادي نضيف واحد الملعقة من زيت الزيتون. وفي الاخير كنضيف كميه من القزبر والمعدنوس اللي قطعتها رقيقه. وكنلبسو مزيان هاد الفيلي ديال صدر ديال الدجاج بهاد المكونات، ثم كنغطي عليه وتنخليه يرتاح، وغادي نمر باش نوجد باقي المكونات اللي غتكون مرافقة لهاد الحيمة. فقد ما كان مرقد في هاد العطرية وفي هاد التوابل كيجينا الصدر ديال الدجاج مطري وكيجي رطب. هنا كيفما كتشوفوا معايا خديت بصلة وفلفلة اللي تنقطعهم رقاق، كنقطعهم هكا ديال لاميل رقاق، وغادي نستمر حتى نكمل الخضر كامله في تقطاع. من بعد كناخذ الصدر ديال الدجاج كنوضعو في مقلاة اللي وضعتها فوق النار، وكنستف هاد الشرائح ديال الدجاج هكا على هاد الشكل على عافية متوسطة، وتنقليهم وبعد ما كنكملهم وكيتقلاو من جهه التحتانيه فكنقلبهم حتى كيتقلاو مزيان من جوج الجهات.
هنا كنبدا كنقلبهم على الجهه الاخرى حتى كيتقلاو مزيان. ثم كناخذ الخضر اللي قطعتها من قبل بالنسبه لهاد التوابل حتى هي كنضيفها ليهم. كنحاولوا يعني نقليوهم مزيان في الاول، عاد كنضيفوا لهم الخضر من بعد. كيف ما كتشوفوا كتلقوا هذاك الماء ديالهم. هنا كنوضع الخضر وغادي نغطي عليهم. بعد ما كنحركهم غادي نغطي عليهم في المقلاه وغادي نخليهم حتى يطيبوا مزيان. فهاد الاكله راه كتجي لذيذه بزاف صراحه، وكتبقى وصفه سهله التحضير، ما كتاخذش منها وقت كتير. صافي هنا بعد ما خليت الخضر كطيب كنعاود نقلبها، وفي الاخير كنضيف ليها القليل من الحليب. فبالنسبه لهاد مشتقات الحليب، والحليب كيضيف واحد الطراوه للصدر ديال الدجاج كيف ما كتعرفوا. فالصدر ديال الدجاج كيكون ناشف، ولما كنضيفوا ليه الزبادي وكنضيفوا ليه الحليب راه كيجينا رطب وكيجي هشيش، كتجي الاكله مزيانه بزاف. صافي هنا بعد ما كيطيب وكينشف كنزلوه في صحن التقديم، وكانت هذه هي الوصفه ديالنا. نتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم. بطبيعه الحال الى عجبكم ما تساونيش من لايك، وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.